السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. أولا وقبل كل شيء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. صباح الخير، اليوم احنا غادي نشاهدوا المقابلة اللي غادي تحسم باش نعرفوا شكون اللي دا البطولة. دابا باش نحطكم في الصورة، دابا احنا غادي نلعبوا في هذا التيران هذا وخصنا نغلبوا. وكازا واش؟ كازا واد نون خصها غادي تلعب في التيران هذا، خصها تتعاد. هنا كازا مازال متعادلة، هنا حنا عندنا كورنير دابا حاليا. زين سير قطع. او بابا بابا سبقت عاود بزاف ديما السيد الحسن. سير 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 سير. برافو حسن، برافو حسن. ماشي مشكل ماشي مشكل. برافو. علينا الهدف الاول. كازا مازال متعادل. اي سير بيان سير 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 زين سير سيري. اوه زقلاتها شوي. الهدف الثاني ضدنا. معنا السي محسن. شكرا سي خالد، شكرا البرقاني، مجمع البرقاني، اي تحديد دون جينيرال، شكرا الريش، المنطقه، درعا تافيلات. المهم كما تابعتوا معنا عبر الصفحه والقناه ديال السي خالد، بنات لعبوا وعندنا بنيتات زوينين صراحه، كنفتخروا بهم وكنشرفونا فعلا. انا تبعت ثلاثه اللقاءات وكمان بين الناس اللي استقبلوهم والناس اللي دعموهم، والحمد لله راه جميع الاخوان ديالنا وصحابنا واحبابنا اللي في طنجه كلشي جا عطينا الدعم. كتبقى راه جزئيات كره القدم تيقول شكون اللي لعب مزيان، شكون اللي كذا، شكون اللي غلب. من خلال ما شفنا في هذه اليومين هذه، هو الفريق كاين، اللاعبين كاينين، كيخصهم غير شويه ديال الثقه، شويه ديال شي حوايج تقنيه. اما فريق كاين في المستوى والحمد لله انهم شرفوا مدينه الريش والنواحي، وصلوا المرحله النهائيه اللي هي تقام في طنجه، وشرف لنا اننا نحضروا ونتفرجوا فيهم ونشجعوهم، وديما هما كيتعتبروا انهم رابحين خلال هذه التجربه. وشكرا. ما كنتلاقاوش، الحمد لله جمعنا الغرق ما شاء الله. ما كنتلاقاوش ما سولناش شحال تجمع ست شهور، راه جمعنا الغرق ديال البشر. هذا هو الفضل كاع مزيان. داك الشيء خالد كنشوفوه غير في غازل كذا كذا، واش عمرك تلاقينا خالد؟ راه ما كناش كنتلاقاو حتى درا، ولكن الحمد لله درنا النداء كلشي جا كيجي. راه شتي البارح كيفاش كان سميتو، واليوم عاود سميتي كلشي مشى يخدم الا الدراري قلنا نجاو كيجيو. هذه التجربه، هذه التجربه غتفتح لنا افاق. حنا قلنا هذا راه البدايه النجاح السي عبد الرحمن. تحيه السي خالد، حنا الان مع نهايه المقابله الاخيره واللي انهزمنا بجوج صفر. الحقيقة الهزيمة كانت واضحة، الإدارة الميدانية ديالهم وكفاءات، لكن هو فريق مكون من يعني تطعيم، تم التطعيم ديالو ما بين خنيفرة وواد زم،
يعني فريق كتواجه خنيفرة وتضم بمؤسسة تعليمية في الطريق ديال الجيل وحدة صعيب الحال، ولكن ما نقولوش بأنه راه كنا يعني كنشوفوا إحسان مع صابرين دارت ما بغات كتدريب لي كتفوت، بمعنى عندنا كفاءات مزيانة هي اللي سمحت لنا ندوزو ورزازات فاس ونطلعوا لهنا. تابقيون حبابنا وصحابنا في طنجة، الله يعطيكم الصحة هادي ما يتسالكم، الله إلا تبارك الله عليهم. تبارك الله عليهم سامرو، فهمتيني الرياضة أخلاق والرياضة يعني شي حاجة. ملي جات هاد الفرقة أنا تعاطفت معاها من الأول، من الأول وأنا كنشجعهم وتمنيت لهم يفوزوا حقا، واحد الماتش خسروا، واحد تعادلوا، واحد خسروا، ولكن يوجدوا المستقبل إن شاء الله. هذه التجربة تعرفنا بهم، مرحبا بهم في أي وقت ومرحبا بكم أجمعين. شكرا. لاعب السابق في مدينة الريش أيام في النهضة سي مصطفى شو مصطفى، مازال اللمسة مازال اللمسة، برافو عليك، مازال اللمسة مازال، الله يبارك فيك. لاعب السابق أيام بارك الله عليك، بوشي لي شونسون جي ما مارشي مارجون لولي واعي الدهوى يسموني نوعي الدهوى، واعي الدهوى يسموني نوعي الدهوى، واعي الدهوى تسعى غيون وعي الدهوى، واعي الدهوى يسموني نوعي الدهوى، يا سمو
الهواء الهواء وعيوني خي غسيان ومزدود وجابوا الماديسه سويغوا الليل وايدي استول يا نوكش بويس خوباش توباش الموت غيمي اهوا 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 السلام عليكم. وصلنا لاخر هذا المشوار. اولا بدنا نشكروا ولاد الريش اللي استقبلونا واحتضنونا و جراو معنا ملي وصلنا حتى بغينا نمشي، منهم السي مصطفى والشيخ اللي عطانا هذا المنزل وكنشكروه بزاف بزاف، منهم السي محسن بوداري اللي ملي جينا هو كيتجرى وكيتقاتل وكيجري من هنا ومن هنا، شكرا بزاف. منهم السي بوكيل السيد اللي عطى من وقته وعطى من السياره ديالو كل شيء باش يرضي ابناء البلد ديالو، وشكرا بزاف بزاف لاسماعيل زرطيط. كنشكرو بزاف مصطفى بن جلال اللي ملي جينا هو كيتقاتل حتى هو معنا، السيد اللي حرجنا بالاخلاق ديالو. كنشكرو بزاف سعيد المو اللي عرف اننا كاينين والتحق بالقافله، كنشكروه بزاف. كنشكر ايضا بزاف خالد اللي تقاتل معنا في هادشي كاع اللي دوزنا هنا، وكنشكرو حمزه اللي ضحى وجا وخلى من وقته ومن خدمته وجا وحضر معنا. شكرا عدي الزيتوني اللي رغم البعد جا وحضر وساند الفريق. ابناء اموكر، ابناء تاكندوس، ابناء ايميلشيف، كنعتذر منكم الا ما ذكرتش الاسماء ديالكم كامله لانكم جيتو كتاب ما نقدرش وما عارفش الاسماء ديال بعضياتكم. كنشكركم بزاف. كنشكروا الاستاذ ديالهم السموحه، كنشكروا الاستاذه ديالهم حسنيه، وكنشكروا المدير القادر اللي لولاه ما كناش غادي نشوفوا هاد البنات وصلوا لهاد الشيء. شكرا لكل شيء، اي واحد ساهم ولو ما ذكرتش الاسم ديالو. كنشكروا الممثلين ديال التربيه الوطنيه، وكنشكروا ايضا المجلس البلدي اللي عطانا النقل باش نجيو فيه، وكنشكروا كاع الناس اللي سهروا باش هاد البنات يعطيو واحد الصوره زوينه للمنطقه. حنا ماشي سالينا، ماشي دابا صافي راه سالات هادشي، حنا عاد بدينا دابا، عاد اللي بغى يخدم وبغى ان الصوره ديال المنطقه تبان دابا عاد غادي تبدا الخدمه. كنتمنوا انكم ديروا يد في يد ونشوفوا ان نزيدوا بهذا الشيء اللي قدام، واش غادي نحبسوا هنا لا نقولوا اننا صافي سالينا؟ ما ساليناش دابا، عاد بدينا. يلا السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.